والله العظيم البارح بمنطقة ديال السلبية تحديدا كنشوف يعني واحد النخل جابوه اللي والله العظيم انا سميته يعني نخل طبقال نظرا للارتفاع ديالو. فكما كنقولوا اذا سنيزت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة. فهاد النخل هذا راه كنشوفوه كيجي واحد المبالغ مالية مهمة. كنشوفوه احيانا في بعض الشوارع ديال مدينة الدار البيضاء انك تجي كتلقى النخلة مسندة ماتت نظرا لان ما كتعيش مع هاد المناخ. ما عرفناش علاش ماذا بينا تكون يعني اشجار يعني مثمره اشجار الزيتون اشجار الليمون اشجار فاذا بينا كيجيبوا النخل وما تيعتنيوش به. وتنعرفوا ان النخل فهو رمز للدوله العلويه الشريفه. فكنشوفوا نخله هنايا اذا كانت عندك بقعه ارضيه يستحيل انك تحيدها. وكنجيو نشوفوا الشارع عام كيجيو يحيدوا وقت ما بغاو. انا ضد لانه اولا من جانب العنايه بهذه النخله اللي هي كما قلنا رمز ديال الدوله العلويه. ما يمكنش نشوفوا النخله مهموله ما مسقياش ما مقادينهاش. يعني خص النخله يرجع لها الاعتبار ديالها بمدينه الدار البيضاء. دابا ولا دابا الشارع اللي كان فيه الشجر. دابا لو بغيتي تسول كتقول لهم ودي الشارع اللي كان فيه الشجر هذا في اطار المصحى مع المغاربه خوتنا. وتحيه لك على الاستضافه اللي خليتينا نتكلموا حول هذه المواضيع الهامه. وحنا كنطلقوا من باب الغيره على هذا الوطن هذا. وكما كنقول دائما ان سيدنا الله ينصرو دائما كيبغي يشوف يعني المدن جميله وكتخرج ميزانيات كبيره. ولكن للاسف هناك بعض الايادي اللي كتعبت بهذا المشاريع وبهذه الجماليات المدن.